بهدفين مقابل هدف واحد، قبل كرة الخسارة من الأهلي بهدف مقابل لا شيء. محاولة بسلطان البيشي، عرضية والرأسية، وهدف أول، هدف أول. يوب يونسو، يوب يونسو يحرز هدف أول للهلال مع الدقيقة السابعة من زمن شوط المباراة الأول. المحاولة العرضية جاءت بهدف ليوب يونسو الذي يحرز هدفه الثاني في دوري زين السعودي للمحترفين. يوب يونسو الذي تعود على التسجيل، والذي أيضا هو أصبح هداف الهلال في كأس ولي العهد. هنا يأتي برأسية متقنة تماما، الكرة على يمين الحارس علي المختار، الهجمة جاءت من سلطان البيشي الشاب الجميل والظهير الأيمن الرائع في فريق نادي الهلال، ورأسية يوب يونسو ذكية جدا تأتي بهدف أول للهلال في زمن شوط المباراة الأول، وهدف ثاني ليوب يونسو بعد الهدف الأول اللي سجله كان لصالحه في مرمى النادي الأهلي في الأسبوع الرابع من دوري زين السعودي المحترفين. يوب يونسو انتظر 15 أسبوعا حتى يحصل